مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينه اكادير ومع حصيله كوفيد لمساء اليوم، حيث تم تسجيل حصيله ولله الحمد كتبقى منخفضه مقارنه بالايام السابقه. تم تسجيل 24 اصابه فقط بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاه، فيما هذا 24 إصابة الجديدة التي سجلت على مستوى جهة سوس مساء تتوزع على النحو التالي: أكادير دو تنان ب 16 إصابة جديدة وثلاث حالة وفاة، فيما تزني سجلت فقط ثلاث إصابات جديدة، إقليم شتوكايت بها إصابتين، وعملة إنزكان أيت ملول سجلت إصابتين، فيما تارودان سجلت إصابة واحدة فقط. والوفيات تتمركز كلها بعملة أكادير دو تنان، وكنتمناو من الله تعالى أنه يلطف بنا ويرفع هذا الوباء إن شاء الله، ولما لا أننا نوصلوا لبر الأمان بأقل خسائر ونوصلوا لنتائج أفضل من هذه. فكلنا بطبيعة الحال ملزمون باش أننا نلتزموا أكثر ونديروا التعبئة الجماعية من أجل أننا نواكبوا يعني هذه التحولات الوبائية اللي كيعرفها بلادنا، والتراجع بطبيعة الحال كيحتم علينا يعني أننا نزيدوا نكتفوا من الجهود ديالنا باش أننا نتجاوزوا هذه المحنة بأقل الخسائر. فربما الكل واعي بقدر المسؤولية الملقاة على العاتق ديالو، الكل بطبيعة الحال يعرف حجم يعني الخسارة التي تكبدنا بسبب هذا الفيروس اللعين الذي حطم مجموعة من القطاعات وأوصل مجموعة من الأسر إلى الإفلاس والتشرد، وبالتالي فلازم أننا نديرو يد في يد باش أننا نتعاونو جميع باش نوصلو لبر الأمان بأقل خسائر. وبالتالي فلا يعقل بتاتا باش أننا نشوفو الوطن ديالنا يعني كينزف، وأننا نبقاو مكتوفي الأيدي ونتفرج بطبيعة الحال. ف 24 إصابة فهو رقم ولله الحمد كيبعث على التفاؤل، كيبعث على الارتياح نوعا ما مقارنة بالحالات اللي كنا كنسجلوها في السابق، إذ كنا نسجل أرقام قياسية، واليوم ولله الحمد الإصابات انخفضت، وهذا الشيء اللي بغينا أننا نبقاو على نفس اليقظة على نفس الحذر حتى نجنب أنفسنا الإصابة بهذا الوباء، ونجنبوا غيرنا والأسر ديالنا والعائلات ديالنا بطبيعة الحال. فالهدف من هذا الحصيلة اللي دائما كنذكركم بالأرقام اللي كتم تسجيلها مساء كل يوم هو الوعي، هو نشر التحسيس، هو التعبئة الجماعية من أجل أننا نحاربوا هذا الوباء اللعين حتى نضع حدا له بطبيعة الحال إخواني أخواتي الكريمات. فاليوم خصنا أنا نعرفوا بأن هذه الإصابات اللي انخفضت فانخفضت بمجهودنا بالإرادة ديالنا بالعزيمة ديالنا نحو الانعتاق من هذا الوباء، وبالتالي فخصنا أننا ما نستسلموش، خصنا بطبيعة الحال أننا نزيدوا من الفعالية والنجاعة ديال التدابير الاحترازية اللي دائما ما تصيبها وزارة الداخلية ووزارة الصحة. فتحية لكل الناس اللي كتلتزم، تحية لكل الناس اللي عارفة بقيمة الوطن ديالها وعارفة بقيمة يعني هذه الظرفية الحساسة والظرفية الحرجة. فغادي نذكركم إخواني أخواتي الكريمات بعجالة بالأرقام المسجلة، يتم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة، 16 إصابة جديدة سجلت على مستوى أكادير دو تنان وثلاث حالة وفاة بنفس الإقليم اللي هو أكادير دو تنان، فيما حالتين سجلت بكل من عملة إنزكانيت ملول وشتوكايت بابي حالتين، فيما تارودان سجلت حالة واحدة. والوفيات تتمركز كلها بعملة أكادير دو تنان. تحية للجميع وشكرا لكم على المواكبة وعلى أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر وحصيلة أخرى وأرقام أخرى. إلى الملتقى.